كرام، أول وقفتنا الحوارية في هذا الصباح مع إطلالة على الصحافة القاهرية اليوم وتحليل لأبرز هذه الأخبار. بيشاركنا فيها الأستاذ سليمان فؤاد، مساعد رئيس تحرير الجمهورية للشؤون السياسية. صباح الخير يا فندم. أستاذ سليمان فؤاد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية للشؤون السياسية والاقتصادية، يعني نرحب بحضرتك وصباح الخير مرة تانية. خلينا نبدأ من جريدة الأهرام، ولو تكلمنا عن حكومة الإيقاع السريع، نقل الباعة الجائلين إلى جراج الترجمان، وجهود لاستعادة 70,000 فدان، وقرارات مهمة في ثاني يوم عمل، وحركة محافظين خلال أيام، وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات. التغيير الوزاري وحكومة الإيقاع السريع اللي بدأها لنا نائب رئيس الوزراء طبعا مهندس إبراهيم محلب، والحركة اللي احنا شايفينها في الشارع ونقل الباعة الجائلين والتخلص من يعني كل الإشغالات اللي في الشارع، حضرتك بتشوفه إزاي؟ والله صباح الخير اولا كده عليكم وعلى كل المصريين. يمكن انا طالبت يمكن في الحلقات السابقه في التلفزيون المصري الاهتمام بالشارع المصري، معالجه مشاكل المرور، معالجه مشاكل الباعه الجائلين، وقلت ان احنا مش عايزين محافظين اصحاب كرافتات شيك او افنديه، عايزين المحافظ او الوزراء يلتحم او الوزراء عايزينهم ينزلوا للشوارع، يلتحموا مع مشاكل الجماهير، يشوفوا المشاكل الباعه الجائلين. اذا كنا بنتكلم عن السياحه يبقى طبعا. اين وجه مصر الحضاري او طبعا. وجه العاصمه الحضاري على الاقل، يعني القاهره والجيزه احنا بنقول على الاقل يعني. وانا معجب جدا بعنوان جريده الاهرام حكومه الايقاع السريع، لان هو دائما في مقوله يعني متداوله في معظم الدول الاوروبيه، البقاء الان للاسرع. يعني كان زمان البقاء للاقوى، البقاء للاسرع. خصوصا ان احنا ما عندناش رفاهيه الوقت دلوقتي، ما عندناش رفاهيه الوقت، احنا عندنا مشاكل ضخمه جدا سواء كانت مشاكل اقتصاديه او اجتماعيه، لاعاده ترتيب البيت المصري من الداخل، النظر للملف الامني بعنايه شديده بعد مسلسلات الفوضى التي عمت الشارع المصري منذ ثوره 25 يناير، معالجه الملفات الاجتماعيه ومنها قضايا التحرش. وقضايا التحرش يمكن انا ليا راي فيها هننتهي منها مع المعالجه الاقتصاديه، يعني لازم نشوف معالجه اقتصاديه لقضايا يمكن تحلها برايك الوزاره الجديده اللي هي وزاره التطوير الحضاري واهتمامها بالعشوائيات. بالعشوائيات يعني هي العشوائيات دائما طريق هي منبع خروج البلطجه، هي منبع خروج تجاره المخدرات، هي البيئه او الحضانه لجماعات العنف المسلح بسبب الفقر والتخلف وعدم وجود بالتأكيد. بيئة طيب يعني أستاذ سليمان، ما يتعلق بالشق الخاص بحركة محافظين خلال أيام وإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، توقعاتك لتشكيلة المحافظين الجدد وإزاي هتواكب روح الحكومة الجديدة، معايير اختيار هؤلاء المحافظين، هيكونوا مثلا أساتذة جامعات، هيكونوا من أبناء المحافظة، رجال جيش، شرطة، تصورك ايه؟ يعني انت كويس اللي انت طرحت السؤال ده، يمكن السؤال ده في ذهني منذ ايام، يمكن عدتنا في مسألة التشكيل الوزاري، فانا بطالب من خلال التلفزيون المصري المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء في عمليات الاختيار تكون في معايير، يعني بمعنى مثلا هناخد نموذج، يعني محافظ هنجيب محافظ للمنيا او لبني سويف، بناخد الترشيحات، ممكن المرشح اللي احنا جايبينه ده السي في بتاعه على اعلى مستوى، نضيف امنيا، ما عندوش مشاكل سياسيه، ما عندوش، لكن في حاجه اسمه التعثر الفكري او الفقر الفكري. فانا بطالب المهندس وده اللي بنعاني منه بقالنا سنين. المهندس ابراهيم محلب احنا رشحنا مثلا لمحافظة ما ثلاثة او اثنين، احنا بنطالبه سيادة رئيس الوزراء يطالب الاثنين او الثلاثة المرشحين كل واحد يضع خطة تطوير للمحافظة خلال 48 ساعة.
ليه انا بقول الكلام ده؟ الخطه تتنفذ ولا هو التصور احنا نقرا في 48 ساعه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو ممكن يكون السي في بتاع المرشح على اعلى مستوى. نعم يعني نعم. بس ما عندوش رؤيه او فكر، لكن ما عنده فقر. احنا عندنا مشكله العجز الفكري. نعم. يمكن نعم. حتى سياده الرئيس في بعض الحوارات قال لك الفكر، يعني هو طبعا. دائما كان بيتكلم في جميع الحوارات بتاعته الفكر. في حاجه اسمه العجز الفكري، الفكري او الفقر الفكري. نشوف كل محافظ من دول يتقدم، يعني يلزمه كده رئيس الوزراء انت مرشح للجاه اديني خطه خلال 48 ساعه. احنا محتاجين كرياتيفيتي يا استاذ سليمان. يعني محتاجين يعني ابداع في حل المشاكل. احنا عارفين ان عندنا مشكلات، و يعني مشكلات كبيره، مش محتاجين وزير او محافظ يجي يقول لنا احنا فعلا عندنا مشكله بطاله، او احنا فعلا عندنا مشكله في الصحه. يا فندم احنا عارفين، وعارفين المشكلة 1 2 3، احنا عاوزين بقى الحل 1 2 3. أدوات التنفيذ. نعم. كل اقتصاد أو كل رؤية اقتصادية أو سياسية في العالم لها أدوات. نعم. الأدوات دي ممكن واحد صاحب رؤية، يعني في أصحاب رؤية كتير جدا حكموا العالم، منهم مهاتير محمد في ماليزيا، لولو دي سيلفيا في البرازيل، واختلفنا مع أردوغان، غيره غيره من الدول. لكن كان ليهم بصماتهم طبعا. كان في أصحاب طيب. الرؤى. إحنا عايزين ناس أصحاب رؤى بالزبط. عايزين نشوف فكر كل مسؤول هيجي يمسك البلد. يعني إحنا عدينا الوزارة في المحافظين بالذات، أنا بطالب للمرة طيب. الثانية رئيس الوزراء اتخاذ مثل هذا. وإحنا بنتكلم عن المحافظين الجدد، بنتكلم كمان عن هيبقى فيه تشكيلة جديدة للمحافظات من خلال إعادة ترسيم الحدود. أيوه. تصورك لأهمية ده إيه؟ وإزاي هيتم ده؟ وبناء على أي معايير؟ هل هي معايير اقتصادية أم أمنية، أو تصور مثلا لشكل مصر في على مدى 50 سنة قادمة؟ إيه التخيل بالنسبة لتشكيلة المحافظات؟ أي حضرتك أي تصور؟ يمكن سيادة الرئيس عرض المشروع الكبير أو الحلم الكبير للمصريين. بمعنى الفكرة بسيطة جدا، إن كل شعب مصري يكون موجود على الأرض المصرية. نعم. يعني إحنا واخدين 7% من المساحة، والباقي المساحة إحنا مش عارفين نستغلها. حتى لما حبينا نستغلها يعني انقض على بعض الأراضي بعض رجال الأعمال، واستغلال سيء للأسف. منهم من عمل مشاريع، يعني بالزبط. منهم خد أراضي عمل عليها، أو منهم خد الأراضي دي برخص التراب وكسب ملايين، وكسب مش ملايين، مليارات. نعم. مليارات المليارات. هي الفكرة كلها أن يكون المصريين على كل الأرض المصرية. نعم. وأي فكرة لها معايير، وأي فكرة لها أدوات، والأدوات كلها مع بعضها. بمعنى يعني هي بتهدف لإعادة توزيع السكان، إعادة توزيع السكان بشكل يستغل كل الأراضي الاستثمارية، مش السكان بس. لا، والخريطة الاستثمارية. نعم. إزاي أنت تزود المساحة الزراعية، إزاي تزود مساحة الاستثمارات. منها كنت دائما في كل الحلقات اللي كنت بطالب بيها مناطق صناعية للاستثمارات، للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر. اقتصاديات دول كبرى مثل الصين وكوريا. نعم. قامت على الصناعات الصغيرة. نعم. يعني احنا دماغ بمعنى ايه؟ احنا هنصنع حاجة للعربية، العربية دي فيها مكونات، بنجيب مصانع، ده اللي اتعمل في الصين واتعمل في كوريا. نعم. المنطقة الفلانية هتصنع لنا الفانوس، المنطقة. نعم. مش عارف الفتيس. نعم. ده هيصنع لنا كل الدنيا. يعني عشان كده بيحولوا كل المجتمع منتج كده. يعني هو الحلم الكبير او المشروع الكبير لسيادة الرئيس اللي احنا نقيم مناطق استثمارية جديدة، خاصة في مناطق الصعيد، لان الصعيد للأسف الشديد سنوات طويلة بيعاني من التهميش، بيعاني من التجاهل. حتى النكات البايخة ما بيجي نتكلم عليها نقول لك واحد صعيدي، مع ان الصعيد هم انجح ناس موجودين. معلش احنا دايما المصريين معروفين بان احنا من الدراما بنعمل دايما فكاهة. فخلينا استاذ سليمان ننتقل لجريدة المصري اليوم، والحكومة على خطى الرئيس السيسي يطالب الحكومة باسترداد الأراضي والشقق المغتصبة. ووزير الإسكان: الرئيس رفض تقنين أي خاطئ وقرعة علنية لأراضي المدن الجديدة الأسبوع المقبل. طيب، مشكلة الأراضي والشقق المغتصبة اللي عانينا منها يمكن خلال ال3 سنين اللي فاتت بعد الثورة بشكل أكبر. أيوة إذا أيوة كانت أيوة. من قبل كده كانت موجودة، لكن ظهرت بشكل أكبر على السطح خلال ال3 سنين فات لغياب القانون والأمن وما إلى ذلك. فحضرتك شايف أنه دلوقتي يعني هنبدأ في حل هذه المشكلة والتخلص من هذا الفساد واسترداد هذه الأراضي؟ والله بصي، يمكن أنا مع قرارات سيادة الرئيس في الشأن ده بالذات، لأنه بعد 25 يناير للأسف الشديد حدث نوع من السطو الممنهج
ده مش على مستوى القاهرة، ده كل على مستوى مصر كلها. ناس جات حطت ايدها على الاراضي، وللاسف الشديد كانت بتجد تعاون من بعض الهيئات الحكوميه. يعني انا حطيت ايدي بتاع على قطعه الارض وعايز بقى يقول لك ايه توفيق اوضاع. يعني ايه توفيق اوضاع؟ انت دفعت حاجه عشان توفق اوضاع. وللاسف الشديد بيجي يا اخي يعمل حكم قضائي ومعرفش ايه وعقود ما بين ده لده، وبيخش اي الجهات الحكوميه الخاصه بيجد تسهيلات كتيره عن طريق، مش عايزين نتكلم في الفساد والكلام ده، عن طريق الفساد، وبيقنن يقول لك هنقنن الوضع. ما فيش حاجه اسمها تقنين الاوضاع. الاصول للدوله دي مملوكه لكل الشعب. اي ان الوضع خاطئ منذ البدايه خاطئ. فلا يجب تقنينه. انا ضد ضد حاله التقنين، ضد حاله التقنين. فيش حاجه اسمها تقنين اوضاع. اللي استولى على الارض، لا ده مش بس ناخد منه الارض، ده يتقدم للمحاكمه لانه مجرم. ده مجرم سطأ على الأصول. الأصول دي أصول دولة، وأصول الدولة هي ملك الشعب المصري. يعني مش بس إزالة يعني حضرتك بتشوف أنه مش بس لو اللي أنشأ عقار وما إلى ذلك أنه يجي له قرار إزالة أو ما إلى ذلك ويتم استرداد الأرض، لكن لازم يتم محاكمة يا فندم. نطبق دولة القانون. ما في، مش هنقيم مجتمع صالح بدون تطبيق دولة بالتأكيد. القانون لازم. طيب. دولة القانون. بما أننا بنتكلم عن القانون، ف نتكلم أكيد عن مكافحة الجرائم العنف ضد المرأة. جريدة الأخبار بتقول مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان قسم لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمديريات الأمن لضبط المتحرشين، تواجد ضباط في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام والاحتفالات والمهرجانات لتوفير الحماية اللازمة للمرأة، ضابطات شرطة الداخلية في مهمة خاصة لاصطياد الذئاب. رأي حضرتك إيه في السياسة الجديدة لوزارة الداخلية لمكافحة التحرش؟ ده شيء جميل، لكن إحنا زي ما تكلمنا في البداية في معالجة أمنية ومعالجة اقتصادية. المعالجة الأمنية أنا من أشد المطالبين بعودة الانضباط للشارع المصري. ده مش بس حالات التحرش، لا الانضباط في المرور، احترام اشارات. ما فيش دوله في العالم، انا سافرت دول كتيره جدا لسه حتى الان بيحكمها صافره، يعني واقف شرطي بصافره. يعني في احترام، في احترام. انا يعني في عجاله شديده احكي لحضرتك واقعه صغيره جدا، يعني عشان الانضباط، يعني احنا بنتكلم على الانضباط حتى فيما يتعلق بالتحرش. بس سريعا علشان سريعا يعني كنا في باريس وسهرنا بره، يعني احنا اللي ماسك مكتب جريده الجمهوريه في فرنسا، واتفسحنا كده، يعني رحنا الشانزليزيه. نعم. بالسياره يعني كانت الساعه يمكن 2:30 بالليل، جات الاشاره واقف، احنا موجودين ما فيش حد في الشارع خالص. فبقول له يعني انت ليه يعني انا كده هنا اذا اتضبطنا؟ يعني ما فيش حد كاميرا، يعني احنا اللي موجودين الوحيدين اللي موجودين في الشارع. قال لك احنا مش بس الرخصه بتنسحب، لا الغرامات بتبقى مرتفعه جدا وبتصل الى حد الحبس. هو ده اللي يعني بنقوله، تطبيق القانون والعقوبه. عشان احنا يا فندم عشان نعالج مشاكل التحرش لازم عوده الانضباط للشارع المصري. الشرطه تبقى موجوده بشكل الدوريات السريعه، العربيات اللي احنا كنا بنشوفها زمان دي وزمان بيقول لك العسكري. لكن يا استاذ سليمان، انت تتفق كمان مع ان موضوع معالجه التحرش او مواجهته مش محتاج بس انضباط في الشارع، لكن محتاج كمان ان احنا نعالج اسباب اخرى زي مثلا المشاكل الاقتصاديه. ما احنا المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه والتوجيه الرساله الاعلاميه للشباب، الافلام السينمائيه، غياب دور الوعي، التربيه السليمه، التعليم، السينما والتوجيه. السينما انت كويس حضرتك اصلت نقطه بالغه الخطوره. يعني في الفتره الاخيره طلع لنا عبده موته، وطلع لنا معرفش ايه الالماني، وطلع كل السينما دلوقتي كوارث ثقافيه. يعني شوف الرساله، السينما زمان لما تتفرجي سينما في الستينات الجمال، افلام يعني فيها رقي، حفلات ام كلثوم اللي بتاجي، يعني كل الرجاله ببدل والستات يعني قاعده بالسواريخ، يعني كان في شياكه في الشارع المصري بشكل كبير، ولعب في ولعبت السينما. بنحب نشوفها يعني لحد النهارده، يعني جدا جدا في اعاده تشكيل العقليه المصريه. بالظبط، يعني اذا كنا بنقول ان ظاهره التحرش دي افراز للمجتمع ككل، فبالتاكيد لازم علشان نحكمها او نوجهها ان احنا نضبط كافه العوامل، كافه ومنهم مش بس وجود ضباط في الشارع، لكن كل العوامل المؤديه لهذه الايقاع الديني، الخطاب الديني نفسه. طبعا. يعني انا بطالب العقوبه بقى برضو الاهم، وزي ما حضرتك بتتكلم والقانون، بتشوف ان العقوبه الرادعه لجريمه التحرش والاغتصاب تكون ده العقوبه حسب تفاعل الظاهرة. هل الظاهرة هتستمر
ولا خلاص في رضع؟ لازم تكون يعني رضيعة عشان ما تستمرش. أنا مع الرضاعة، لا ده أنا ممكن أقول لحد الإعدام، ما فيش هزار يعني. دول بناتنا ونسائنا، والمفروض المرأة تحترم في المجتمع المصري حسب بقى تطور الظاهرة. يعني حسب تطور الظاهرة هنرجع للخطاب الديني، ده مهم جدا طبعا. يمكن أنا بأخاطب فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اللي احنا عايزين قناة دينية لنشر قناة دينية تشرف عليها الدولة والأزهر. يعني تحت هذه القناة تكون تحت رعاية الأزهر لمواجهة الخطاب. هو فعلا هم خلال لقائهم بالرئيس السيسي قالوا ان هم هيطلقوا قناة الأزهر. يا ريت ده بأقصى سرعة، لان برضو الخطاب الديني مهم جدا جدا في التوقيت الحالي. ننتقل يعني ملف آخر، ومن جريدة الشروق، انقطاع الكهرباء يوقف الحال في المحافظات، غضب بين أولياء الأمور في المنيا وأسيوط وكفر الشيخ لتزامن الأزمة مع موسم امتحانات، ونقص الوقود يتفاقم في الفيوم وسوهاج. اكيد حضرتك برضو بتعاني من موضوع الكهرباء ولا ايه؟ كلنا بنعاني من انقطاع الكهرباء، من انقطاع الكهرباء، ولكن برضو الحكومه بتعاني. المشكله برضو المواطنين مش قادرين يفهموا يعني ايه المشكله. احنا بنحتاج 700 مليون دولار شهريا لاستيراد فيما يسمى اللي هي المشتقات، اللي هي الوقود، سواء بنزين والغاز، خاصه لتوليد الكهرباء او غاز او غيره وغيره. احنا عندنا مشكله دلوقتي في العمله الصعبه، عندنا السياحه متوقفه، ودي كانت احد روافض الاقتصاد المصري. يعني كانت بتدخل ما بين 13 ل 14 مليار دولار سنويا، متوقفه تماما. عندنا ضغط شديد جدا على العمله الصعبه بسبب الاستيراد العشوائي. انزل الاسواق للاسف الشديد تجد صناعات أرضأ ما في المصانع الصينية، زبالة المصانع اللي موجودة في الصين، وده استنزاف للعملة الصعبة اللي موجودة. لأن ده بعد الوقف مصانع كتيرة طبعا عندنا. الاحتياطي بيتآكل. المشكلة ليست مشكلة حكومة أو مشكلة وزارة الكهرباء، المشكلة هي مشكلة فلوس. إزاي نقدر نستورد؟ إزاي نقدر نجيب؟ طب أستاذ سليمان، لما نتجهش لحلول غير يعني معتادة، يعني غير لما نلجأش بسرعة وغير تقليدية، لما نلجأش بسرعة للطاقة الجديدة ومتجددة، وإحنا عندنا الشمس وعندنا فعلا علماء كتير وطاقة الرياح. عشان مصر تقيم محطة للطاقة الشمسية التكلفة بتاعتها مليار دولار. ممكن اعملها بشراكات يعني واتفاقيات يعني او ممكن بقى تتحرك يعني يبدأ يبقى توجه قومي تتحرك طيب. الدولة تجيب مستثمرين يعني ما يبقى في جزء حتى الطاقة بتاعت الطاقة الشمسية دي توجه لمصانع الاسمنت، توجه لمصانع حديد التسليح باستثمارات، المصانع يعني اللي هي بتستهلك طاقة كبيرة. طيب طاقة نختم جولتنا من جريدة المصري اليوم، وخبر بيقول تغيير منظومة الدعم بداية من رمضان. وزير التموين بيقول طرح كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل من القطاع الخاص. تعليقك إيه على الجزء الأولي من الخبر، تغيير منظومة الدعم بدءا من شهر رمضان؟ يعني هو الخبر برضو مكتوب بطريقة يعني المهنية غامضة شوية. يعني ايه منظومة الدعم في شهر رمضان؟ ملف الدعم ده ملف سياسي خطير جدا، بيتعلق بدعم رغيف العيش، بيتعلق بدعم الغاز، بيتعلق بدعم البنزين، بيتعلق بدعم الكهرباء. حجم الدعم بيصل حوالي 164 مليار جنيه سنويا. بس احنا محتاجين ان احنا نعيد النظر لوحدها للغاز والبنزين وال 114. اعاده النظر لكن بشكل تدريجي، بشكل مع تدريجي النمو الاقتصادي وبشكل يراعي العداله الاجتماعيه. على اساس ايه؟ على اساس ان الدعم يصل لمستحقيه. موضوع رمضان ده بقى يعني ده موضوع جميل جدا، ممكن ناخده بزاويه تانية. يمكن انا من اشد الناس اللي طالبته خلال سنوات طويلة بتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية. المجمعات الاستهلاكية هي البديل عن التاجر الجشع طبعا. يعني احنا عشان نقضي على التجار الجشعين تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية. الحقيقة دي كانت في الخطة الاستراتيجية الخطة الاقتصادية الاستراتيجية لرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله بنتمنى ان هي تطبق بشكل كبير على ارض الواقع. استاذ سليمان فؤاد نائب رئيس تحرير الجمهورية لشؤون السياسية الاقتصادية، بنشكر حضرتك جدا، نتمنى لك يوم سعيد وكيان سعيد. شكرا لحضرتك، وبنذكركم